لما تكون موجوع وما حد سامعك. بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود. ولما تكون مهموم وما حد سألك. والبلدية اللي داير ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش. بياع اللي بتفاش عندهم بيجيبوا 6-7 بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك. وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولاً بأول، سياسية، اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحاً عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار. أما شو يا معلم؟ الصور، الفيديوهات، الستوريات، هيك سرعة الفايبر عندي بالدار. أول شيء اسمه فايبر مش فايبر، بعدين شوف. شوف؟ مالك بتضوي وبتطفي بالضوء هيك؟ احنا بإعلان إذاعي مش تلفزيوني. ما هو الناس لازم تعرف إنه الفايبر بسرعة البرق مش الصوت. بالتل جيجا فايبر، أسرع إنترنت منزلي. من سد الستين بدينا وفتحنا الباب، فتحنا حساب ورا حساب وصار عنا برنامج حسابات التوفير. من سد الستين بنوفر سوا وبنفرح سوا ومعكم مكملين لنوفر ونربح 1960 مع بنك فلسطين. كل يوم اربحوا 1000 دولار 9000 دولار كل اسبوع وشهريا 60000 دولار وفروا اربحوا على طول وجائز تاني بنص مليون كل جائز ربع مليون دولار كل 3 شهور حساب توفير أو غذوا حسابكم ب200 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. لا تدخل السحب على أضخم حملة جوائز التوفير في فلسطين. تبدأ الحملة يوم 1/6/2022 وتنتهي بتاريخ 15/12/2022. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. مع كل دقة قلب كان بينبض بالحب يوم عن يوم ثقتك فينا بتعلى مشينا معك الدرب تحدينا كل الصعب كبرنا فيكم خطوة بخطوة واللي جاي أحلى وصلنا لكل عيني بحب وقلب كبير دجاج عزيز حكاية إبداع دجاج عزيز حكاية إبداع وتطوير يلي اللمة بتحلى فيها وطعم السفرة مع هجنة دجاج عزيزة بيحليها الجودة والصحة والضمان جديد في الأسواق برجر دجاج عزيزة من لحم الدجاج الصافي صحي ولذيذ تجدوه في جميع معارض عزيزة ونقاط البيع المعتمدة
صباح الخير. الله يصبحكم بالخير وما كنتم عم تسمعونا. تحية الصباحية للجميع وأحلى صباح لأحلى مشاهدين ومستمعين ومتابعين أينما كنتم في أرجاء الوطن الحبيب فلسطين. نحييكم بصباح يوم جديد، نهار يوم جديد، اليوم الثلاثاء 30 من أيار للعام 2023، وحلقة جديدة من برنامجنا شد حيلك يا وطن. شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. يا شعبنا شد الحيل، قرب يخلص هذا الليل. عمر الاحتلال ما يدوم حتى لو يطول الليل. بالخير والحب وبتحية الوطن فلسطين نحييكم، تحية القدس العاصمة، تحية شهداء هذه الأرض الطيبة الطاهرة، تحية أسرانا داخل سجون الاحتلال، وندعو لهم دائما بالفرج العاجل والقريب، ولأولئك المرضى الشفاء العاجل بإذن الله. نحييكم من طاقم عمل البرنامج، الزملاء خالد نجاس، محمد ريان في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ترافقنا الزميلة سحر حناني من التنسيق، ومن ريم العمري في الإعداد والتقديم. احنا شعب ما بها مهما تكتر الصعاب، الاحتلال هو الإرهاب واحنا بدنا حر. يعني طبعا بالبداية بدي أذكركم عم بتشوفونا وبتسمعونا عبر شبكة وطن الإعلامية، على شاشة تلفزيون وطن، عبر إذاعة وطن اف ام على الموجة 99.2، عبر موقع وكالة وطن للأنباء على الفيسبوك، ونحن معكم على الفيسبوك مباشر. وأيضا بإمكانكم الاتصال عبر أرقام الهواتف على 0229-66195 0229-66197. زميلنا خالد، الأمور الفنية كلها بخير، شيكنا على كل شيء من التلفزيون والراديو والإذاعة وأيضا على الإنترنت الموقع، حتى تكون الأمور كلها واضحة بالنسبة للناس. والله يصبحكم بالخير دائما، فلسطين تضلها بخير، شعبنا الفلسطيني يضلوا بخير في كل أماكن تواجده، في الشتات، في القدس العاصمة، في داخلنا الفلسطيني الحبيب، وفي غزة هاشم وأرجاء الضفة، في كل مكان نتمنى الخير دائما لشعبنا الفلسطيني في ظل كل ما يواجهه من سياسات حصار واحتلال واعتقال وكل ما يحدث ويمارس على شعبنا الحبيب، إلى أنه دائما نجدد الأمل بأن اليوم أفضل من الأمس إن شاء الله، والغد أفضل من اليوم. نبدأ بشكل سريع بآخر يعني التطورات الميدانية وآخر المستجدات بعد شهيد الأمس في جنين، وجنين دائما هي البطولة، جنين دائما العنوان، يعني جنين التي تسيل بها الدماء بشكل مستمر يعني منذ عامين حتى اليوم. كل تسليط الضوء هو على جنين بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت بها. بالأمس كان هناك إضراب شامل حدادا على استشهاد الأسير المحرر أشرف الشيخ إبراهيم برصاص الاحتلال، وخرجت أيضا جماهير غفيرة شيعت الشهيد أشرف الشيخ إبراهيم. لدينا 167 شهيد منذ بداية هذا العام، وطبعا هذا العدد بالنسبة لأنه إحنا لسه ما صرنا في نصف العام، هو عدد كبير مقارنة بالأعوام السابقة. نذكر شهداءنا ليسوا أرقاما وأعدادا وأسماء فقط، هم حكايات، قصص، ذكريات، في كل شارع لهم حكاية، كل حجر وكل شجر وكل شيء في حياتنا يعني إذا نطق سيقول قصة ما أو حكاية ما عن هذا الشهيد وذلك الشهيد، بالإضافة إلى لوعة قلوب الأمهات، بالإضافة إلى هذا الألم والحزن الذي يعتري أمهاتنا عندما يودعنا فلذات أكبادهن. فلا تدعوا ولا تجعلوا قصص ارتقاء شهدائنا تمر مرور الكرام. هذا الوجع المستمر، هذا الألم المستمر هو الذي يحدث في كل يوم في فلسطين وفي أرجاء مختلفة، تحديدا في نابلس وجنين. من أبرز أيضا القضايا التي تحدث هذه الأيام تحديدا اعتداءات المستوطنين الذين يحرقون، يستولون، يعتدون على الأهالي، كما حدث في دير ذبوان مثلا شرق رام الله بالأمس، كان هناك إصابات بالرصاص في اعتداء مستوطنين قاموا بإحراق حقول
كاملة وهاجموا منازل المواطنين. الحقيقة اتساع رقعة القرى التي بدأت تدخل إلى سلسلة الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون بشكل كبير، يعني لم تعد القرى تقتصر على قرية هنا وهناك، المستوطن ببلش يدخل أكثر فأكثر إلى القرى في عمق القرى، ليست فقط المحاذية للمستوطنات أو القريبة عليهم كمستوطنين، وهذا أمر خطير أيضا. لكن لا أعرف بصراحة، في سؤال بدنا نطرحه، إنه كتير أشياء بتصير في البلد عنا ما بنشوفش ردة الفعل الرسمية عليها كما يجب، يعني بصراحة سواء في تجمع عين سامية اللي تهجروا أهله، سواء في الاعتداءات قرية المغير اللي إلها أكثر من 3 أسابيع مسكرين مدخلها، بيطالبوا أهالي القرية بالاعتذار للمستوطنين عشان يفكوا الـ هذا الإغلاق ويشيلوا الحاجز من مدخل قرية المغير. وهذا مش كلامي، هذا كلام أهالي البلد ورئيس المجلس القروي، واللي قال بأنه فك هذا الحاجز وفك مدخل القرية مرهون باعتذار، تخيلوا، أهالي القرية للمستوطن اللي أجا يسكن على أرضهم وأجا قريب منهم. كتير شغلات بتصير عنا في البلد وما منشوفش، وكأنه بدهم يحاولون أن تصير سياسة أمر واقع ما لنا دخل. يعني الضفة مخترقة من كل النواحي والجوانب والجهات، وفي كل يوم في اعتقالات، وبيدخلوا أي منطقة بدهم إياها دون حسيب أو رقيب، وبعدين يصير يقول لك ما هو هذا احتلال. طبعا احنا عارفين أنه هذا احتلال، لكن أنت ماذا تفعل اليوم؟ هذا سؤال مهم للمسؤولين. كمسؤول تعمل في الشأن السياسي اليوم، أنت ماذا تفعل؟ ما هو دورك غير كتابة الاستنكارات على إشي بحب يكتب على الفيسبوك وإشي متعود على تويتر عنا، غير إنك تكتب هذه التغريدات أو التصريحات بالاستنكار، واللي هي مش على كل شيء حسب، يعني في أشياء ما بصيرش عليها استنكار ولا إدانة. شو عملنا أمر آخر؟ ماذا ننتظر؟ إذا كنا في حالة انتظار ننتظر ماذا؟ يعني إحنا كلنا كشعب فلسطيني ننتظر الفرج من عند الله يعني، لكن في حالة المسؤولين ننتظر ماذا؟ إذا كنت تنتظر وأنت في حالة انتظار، يعني على سبيل المثال الأسير وليد دقة. الأسير وليد دقة اليوم لجنة الإفراج رح تجتمع وتقرر بشأنه، إما استئناف وإما إفراج. وفي اعتصامات دائما تنظم، سينظم اليوم اعتصام كمان من أجل الإفراج عن الأسير المريض، يعني هذا المفكر الأديب. يعني إحنا كمان ما بنحكي عن أسير بحالة عادية، إحنا بنحكي عن قامة فلسطينية سنخسرها جميعا في حال حدث شيء للأسير وليد دقة. تدهور خطير في وضعه الصحي، مرض نادر يعاني منه الأسير، يعني بوضع لا يسمح له أن يوضع في هذا المكان الذي يضعه فيه الاحتلال. لا ترى أنه حتى يعني زوجة أم ميلاد لما طلعت معنا، هي زوجة الأسير وليد دقة، تساءلت وين الدور الرسمي الحقيقي إزاء ما يحدث مع الأسير وليد دقة؟ هل يا ترى، واللي بده يحكي مثلا شو بده يطلع بإيدهم، احنا بنقول لكم هل يا ترى دول العالم كلها بتعرف عن الأسير وليد دقة؟ سفاراتنا اللي بالعالم، سفاراتنا المنتشرة بكل أنحاء العالم بتشتغل على موضوع الأسير وليد دقة، بتنظم الاعتصامات في عواصم المدن في المناطق الموجودة فيها عشان تعرف العالم إنه في مفكر وأديب فلسطيني له كتب ومؤلفات وعقل ونابغة وقامة فلسطينية خلف القضبان، موجود في طوارئ سجن لا يمتلك هذا طوارئ أي مقومات لعلاج أي نوع من الأمراض، ويعاني من تدهور خطير في وضعه الصحي. هل يعلم العالم هذه الرواية؟ أين روايتنا التي نصدرها للعالم؟ مش مطلوب منا نحكي مع بعض ولا نحكي مع حالنا جوا البلد، مطلوب من فرج العالم كله بروايتنا بلغات عدة، ما الذي يحدث مع أسرانا، ما الذي يحدث في قضايانا كلها، مطلوب هذه حالة الخمول والركود والكسل اللي موجودين فيها للأسف، إنه ما
تنعكس على قضايانا الوطنية. يعني حالة منعيش بعيشوك بعكسوا لك حالة من هذا الخمول والركود. وكأنه يعني استمعت بالأمس أو أول أمس لأحد المسؤولين في أحد الفصائل يعني اللي كان بيقول إنه يعني هل يعقل إنه بتصير عندنا قضايا خطيرة من مجازر من بعد حرب غزة، مجازر اقتحامات الأسرى بعد استشهاد الشيخ خضر عدنان، اليوم الأسير وليد دقة، لا تجتمع اللجان التي تقول أنها تمثل الشعب الفلسطيني مثل منظمة التحرير وغيرها من متى سمعتم آخر مرة عن اجتماع رسمي عقد من أجل مناقشة قضايا وطنية؟ لا يوجد. وأعضاء اللجنة ما بيمونوش كمان إنهم يطالبوا يعني إذا طالبوا ما حدش بيرد عليهم بعقد اجتماع للجنة التنفيذية. طيب يعني هذه حالة الركود وهذه حالة الكسل والخمول اللي إحنا عايشينها للأسف بتساءل أهالي الأسرى وأهالي الشهداء اللي بيفقدوا أبنائهم يوم بعد يوم، ومثل ما يحدث مع الأسير وليد دقة وغيره من القضايا واعتداءات المستوطنين والناس اللي تهجرت بفعل اعتداءات المستوطنين. اليوم أنت روح كصحفي كناشط كمواطن بدك تساند الأهالي في تجمعات معينة، روح على مسافر يطة مثلا، روح على الأغوار المعرجات وما بدك، عادي جدا مستوطن واحد مع عدة أغنام بيكون ماشي ممكن يطلق النار عليك أو لك روح من هون بكل بساطة، هذه الأرض إنها ما تجيش عليها، مستوطن مع عدد من قطيع الأغنام وهو الاستيطان الرعوي اللي حكينا عنه. لهذا الحد وصلنا بأنه وإحنا حكينا بكرة والله لبيوتنا إذا بيظل الوضع هيك، المدن اللي بتفكروها آمنة، مراكز المدن اللي بتعتقدوا إنها آمنة هي ليست آمنة. إذا كنا بنفكر إنه هذا الحكي رح يصير بس في الأغوار ولا في الصحراء ولا فقط في المناطق، لا لا لا، بكرة بيجوا على مراكز المدن وعلى البيوت، وصارت نكبتنا هيك وممكن تصير مرة تانية هيك، لأنه اليوم إحنا حرب مستوطنين، إحنا ما بنواجه فقط جيش، إحنا بنواجه مستوطنين كمان، وهذا الوضع اللي وصلنا لإله. وهذا التساؤل اللي بيسأله كل مواطن إنه طيب شو بيعمل المستوى السياسي عندنا، أو غير التصريحات اللي بتنكتب هنا وهناك، ماذا فعلنا لتعزيز صمود الناس؟ ماذا فعلنا لتفعيل قضية الأسير وليد دقة؟ ماذا فعلنا في كل المناحي والنواحي، لا داخليا ولا سياسيا للأسف الشديد؟ صاروا داري ضيقوا للعيش، أججوا ناري واعتقلني الجيش، حاصروا داري ضيقوا للعيش، أججوا ناري واعتقلني الجيش، ودموع وصراخ ضج فيه البيت، أرجع الغالي علينا وارحلوا لنعيش، سنقاومهم ليس لدينا حل، لن نصافحهم فليرحل المحتل، وسنخرجهم ونحن هنا سنظل، هل سنستسلم لا هل سنرضى الذل. في معتقل جلبوع هناك توتر نتيجة اقتحام قوات الاحتلال التابعة لمصلحة السجون هذا الصباح، السجن تعبث بمحتويات الأسرى. بحسب هيئة شؤون الأسرى فإنه تم اقتحام قسم 3 داخل سجن جلبوع، وهناك عمليات تفتيش واسعة داخل القسم، وهناك توتر واستنفار يسود في صفوف الأسرى بعد هذا الاقتحام القمعي من قبل طبعا الوحدات التابعة لمصلحة السجون والعبث بمحتويات الأسرى. كفكف الدمعة صرت في دربي، واكتم الوجع اصبري احتسبي، كفكف الدمعة صرت في دربي، واكتم الوجع اصبري احتسبي، لله سنسعى للقاء
القدس سنلبي لله سنسعى للقدس سنلبي سنظل معا يا جنة الرب سنقاومهم ليس لدينا حل لن نصافحهم فليرحل المحتل وسنخرجهم ونحن هنا سنظل هل سنستسلم لا هل سنرضى الذل أمي لن نرضى لن نسكت ونقول يعني اللي صار بالأمس حكيت قبل قليل وبرجع بحكي إنه اللي صار في بلدة دير دبوان شرق رام الله طبعا خطير جدا لأنه تم إطلاق النار من قبل المستوطنين يعني الحالة اللي وصلنا لإلها في موضوع اعتداءات المستوطنين أصبحت خطيرة إنهم بيجوا على البلد بيجوا على أراضي المواطنين وبيبلشوا بالاعتداء عليهم واضح إنه يعني بعد قرار الدعوة للتسليح الشعب الإسرائيلي فإنه صار في هناك جرأة أكبر في استخدام السلاح اتجاه الفلسطينيين وحتى في الداخل وآخرها ما جرى من استشهاد الشاب ديار عمري بالقرب من قرية صندلة بالداخل فواضح إنه الأمور تتجه نحو إطلاق النار بأنه خلص في ضوء أخضر لإلهم بأنهم يوصلوا إلى أقصى حد في اعتداءاتهم وهذا اللي بالفعل صار بعد إصابة 3 مواطنين بالرصاص بالأمس اللي حاولوا أنهم يتصدوا لاعتداءات المستوطنين على أهالي البلد اللي واحد حرق لك أرضك حرق حقل كامل أنت كمواطن شو مطلوب منك تعمل الاحتلال بده إياك تضلك واقف وتتفرج إذا أنت تصديت لهذا الفعل أو حاولت أنك تقوم بأي فعل آخر على طول بصير في عندك طبعاً اعتداء عليك من قبل جنود الاحتلال اللي دائما موجودين لحماية المستوطنين في كان اعتداء على أحد المنازل في إصابة 4 آخرين بالحجارة في حتى محاولة لإحراق منزل المستوطنين كانوا بدهم يحاولوا يحرقوا أحد المنازل للمواطنين والناس موجودين فيها فشلوا في ذلك فقاموا بإحراق مركبة المواطن اعتدوا على المنازل والمركبات وطبعا الأضرار المادية كبيرة جدا هذا كله الاعتداء كان بحماية أصلا جيش الاحتلال غير أنهم هم كمان مسلحين بحماية جيش الاحتلال وعلى شعب أعزل لا يمتلك سوى إرادة بأنه يريد العيش على هذه الأرض بخير وأمن تخيلوا طموحاتنا صارت أنه ما يكونش في اعتداءات علينا ونحن آمنين في بيوتنا ما يجوا علينا المستوطنين لأنه اليوم وصلت فينا الحال أنه المستوطنين هم اللي بيقتحموا البلدات والقرى واللي بيهاجموا المواطنين واللي بيعتدوا عليهم فهذا الخطر وهذا حقيقة اللي يجب أنه تلتفت إلى الأنظار ويصير في تفعيل لهذه القضايا أكثر دخنت عجلك والجندي طلقات وطاشو قاعد ومصوب رشاشو بفكر يقصف لك أجلك ما هو يعني يا أخي يوسف أنت بتحكي بشكل صحيح إنه بقول يعني دور المسؤولين اليوم يوفروا الرواتب أو يوفروا 80% من الراتب عشان نكون صادقين مش كل الرواتب لأنه صار دورهم اليوم بس يشتغلوا طول الشهر عشان يعرفوا من وين يجيبوا الراتب ويوفروا له الموظفين وهذا الحال إذا إحنا سألنا أنفسنا لماذا وصلنا إلى هذا الحال ولماذا أصبح الشغل الشاغل في عنا في البلد هو كيفية توفير الراتب للموظفين فقط وهذا الراتب حق للموظفين كمان ومش ذنبهم بالنهاية بس ليش وصلنا لمرحلة إنه فقط لأنه هذا اللي بده إياه الاحتلالي وصلنا لمرحلة إنه بس ضلوا اشتغلوا كيف اشغلوا بالكم كيف تجيبوا توفروا أموال اللي هو بخصمها طبعا الاحتلال بخصم من المقاصة أموال طائلة
ضلوا شوفوا كيف ممكن انكم انتوا توفروا هذه الأموال لآخر الشهر، وبعدين بضل فكرنا مشغول في الشهر هذا راتب كامل ولا في 80% ولا 70% في من المستحقات ولا في شيء، وهكذا ودوالك. وهذه هي سياسة الإلهاء الوطني اللي بنحكي عنها، إنه إحنا وصلنا لمرحلة بس الناس مشغولة بلقمة العيش، شعوب تحت الاحتلال تنشغل بلقمة العيش من جهة من الاحتلال اللي بيحاول إنه دائما من خلال ما يسمى بالإدارة المدنية إنه يتغلغل بين الناس من خلال توفير التصاريح، توفير الكذا، والناس بتصير مشغولة بدها تصريح عشان تدخل جوا وتعمل وتشتغل. ومن ناحية أخرى اللي بيشتغلوها من الموظفين في القطاع الحكومي اللي بنتظروا الراتب وما بيعرفوا إنه هل في راتب آخر الشهر ولا لا، لأنه وضعهم كمان صعب للغاية، والحكومة دائما تعاني من أزمة مالية، وهذا مغطي الموضوع على باقي القضايا الداخلية بشكل عام. فصارت القصة هي ما بين إنه إحنا كيف نوفر لقمة العيش، وكيف بنفس الوقت إنه نقدر نأخذ البعض يعني تصريح حتى يقدر يشتغل في الدخل بسبب عدم توفر فرص العمل المناسبة لغلاء المعيشة اللي منعيشه اليوم. وهذه السياسة اللي قاعدين بنلتهي فيها، والاحتلال بالهينة فيها واللي عايشينها. شيء آخر، الضرب على ناس صراحة بيعيشوا في البلد، اللي هو لما بيصير في اقتحامات، بيصير في اعتقالات، بيصير في شهداء، وهذا الشرخ الموجود إنه ناس هون وناس هون، يعني ما فيش حالة تجمعنا جميعا. الحالة الوطنية اللي بتجمع الكل مش موجودة اليوم بسبب ما يحدث في مناطق وما يحدث في مناطق أخرى من جانب آخر. وطني يا زهرة الحقود، يا دمعة العيون، يا قبلة المدائن ومعراج الرسول. وطني يا قصة السلام والحرب والألام، يا شوق كل راحل يشتاق أن يعود. وطني يا دارنا العتيقة، يا طفلة رضيعة، مع كل يوم عبير تزدان بالزهور. يا وطني، يا وطني. طيب، في ملفاتنا لهذا اليوم نقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة. بالأمس نظمت اعتصاماً أمام الجامعة، طالبت خلال هذا الاعتصام بتطبيق خطة إصلاحات وتطبيق النظام الأساسي أكاديمياً وإدارياً ومالياً أيضاً من قبل الجامعة. وأيضاً قالت إنه لقد توجهنا لإدارة الجامعة مرات عديدة، خضنا حوارات متتالية من أجل وضع خطط إصلاحية على أرضية الشراكة الحقيقية لإنقاذ المؤسسة والحفاظ عليها عبر أجسام الجامعة الشرعية، اللي هي مجلس النقابة، مجلس اتحاد الطلبة، مجلس الأمناء، إدارة الجامعة. لكن رئيس الجامعة وإدارتها كما تقول النقابة فضلوا الاستفراد وضربوا بعرض الحائط كل الشراكات تحت شعار أنه لا يوجد كفاءات في هذه المؤسسة غيرهم، علما بأن الجامعة تزخر بهذه الكفاءات بحسب بيان نقابة العاملين. وعليه فإنهم في مجلس نقابة العاملين قرروا عدة أمور ومطالب، منها مطالبة الرئيس والقيادة الفلسطينية بالتدخل لحماية نظام الجامعة الأساسي الذي أصدره الرئيس، وترفض إدارة الجامعة تطبيقه، ومطالبة رئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء بالكشف وبشكل واضح أين ذهبت أموال الجامعة ومستحقات العاملين والتي بلغت أكثر من 90 مليون دينار. كما طالبوا مؤسسات عديدة مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية بالإسراع في إصدار التقرير النهائي الخاص بالجامعة، وبالإضافة إلى مطالب أخرى عديدة. لكن للحديث أكثر بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الدكتور هشام دويكات، رئيس نقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة. دكتور هشام، صباح الخير وأهلا بك معنا.
صباح الخير لك ولكل شعبنا الفلسطيني ولكل العاملين في القدس المفتوحة. تحياتي لك يا دكتور. أول شيء يعني إحنا حقيقة جامعة القدس المفتوحة تحديدا لم نشهد أنه كان في عندها اعتصامات بخصوص أي مطالب نقابية، لكن واضح من خلال بيانكم الذي بالأمس أصدرتوه أنه في هناك مطالب كبيرة يعني من قبل إدارة النقابة. أول شيء، ما هي المشكلة دعنا نقول، وما هو النظام الأساسي للجامعة الذين تطالبون بتطبيقه؟ يعني أولا صباح الخير. حقيقة أولا يعني جامعة القدس المفتوحة هي كبرى جامعات الوطن، وهي كبرى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وعلي هذه الجامعة التي أدت وتؤدي رسالتها لكل أبناء الشعب الفلسطيني. هذه الجامعة هي إرث ياسر عرفات والقادة العظماء. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح بأن تصل إلى يعني أحوال سيئة. وبالتالي نعم يعني هناك مشكلات كما باقي النقابات وكما باقي المؤسسات. يعني هناك يعني تعترض مشكلات، إما أحيانا تكون طارئة وأحيانا تكون مستأصلة. الحقيقة أن يعني جامعة القدس المفتوحة لكي تكون بالصورة، يعني منذ القدم كانت يعني تضم أكثر من 67 ألف طالب. طبعا بدأ عدد الطلاب بالتناقص أسوة بباقي الجامعات نتيجة يعني إقبال الطلاب على الذهاب للدراسة بالخارج، خاصة في تركيا وقبرص، وهذا يعني يدق ناقوس الخطر، وعلى وزارة التعليم العالي أن تضع سياسات جديدة لكي تحد من هجرة هؤلاء الطلاب. يعني في إقبال خلينا نقول ضئيل صار على الالتحاق بجامعة القدس المفتوحة كعدد يعني طلاب؟ تناقص مع السنوات. العدد نعم. يعني يتراوح ما بين 38 إلى 40 ألف طالب في كل فروع القدس المفتوحة. نعم. وبالتالي نعم يعني بدأت الإيرادات لهذه الجامعة تقل، مما أدى إلى نشوء أزمة مالية شيئا فشيئا. هذه الأزمة المالية يعني في القديم كان في هناك وفر، ووفر يعني معقول. وبالتالي يعني لا شك بأنه العاملين كما تعلمون فهي مؤسسة أهلية تابعة لمنظمة التحرير وليست مؤسسة حكومية. يعني هناك مدخرات للعاملين من نهاية الخدمة ومن صندوق التوفير إلى آخره. لنجد بأن هذه المدخرات كلها تبخرت. كيف تبخرت؟ هل هذا الأمر جديد؟ يعني هل هذا الأمر جديد بأنها تبخرت؟ كانت موجودة ومن فترة معينة؟ نعم 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 نعم. يعني إحنا الآن نطالب يعني إدارة الجامعة ورئيس مجلس الأمناء يعني بالكشف عن يعني أين ذهبت هذه الأموال. يعني ببساطة شديدة جدا في هناك سوء إدارة، في هناك سوء صرف. طب في هناك كيف عرفتوا أنه تبخرت الأموال؟ وهل المقصود فيها اللي هي 90 مليون دينار أو أكثر؟ نعم نعم نعم، 90 مليون دينار هذه مدخرات العاملين، وهذه استحقاقات العاملين. الأصل أن تكون موجودة لأنها تقتطع من الرواتب أصلا. كيف عرفتوا أنها غير موجودة؟ هلا عرفنا غير موجودة من إدارة الجامعة ومجلس الأمناء. عندما يعني كنا نطالب ببعض الأمور قالوا بأنه هناك أزمة مالية وإحنا بدنا نقبض 70-75% من الراتب. قلنا لهم يعني كيف يعني الجامعة القدس المفتوحة يعني من 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 أفضل الجامعات استقرارا ماليا. قالوا بأنه الجامعة لا يعني تمر في أزمة مالية وأزمة مالية خانقة. طالبنا بالبيانات المالية، رفضوا تقديمها لنا، ألححنا في طلبها، رفضوا تقديمها مرة أخرى، ثم قمنا بالحصول عليها. جلسنا عدة جلسات، وجدنا بأن الجامعة فعلا تمر في أزمة. كانت الأزمة لها محاور، يعني لا أنكر بأن الإدارة الجديدة قامت طبعا بتوجيهات من القيادة السياسية بإغلاق بعض المصادر التي يتم فيها يعني هدر المال. قاموا بإغلاقها زي الفضائية، فضائية القدس المفتوحة، زي مكتب عمان إلى آخره، ولكن لا يوجد أثر مالي لإغلاق هذه المصادر. وبالتالي يعني طب لما سألتوهم أين ذهبت هذه الأموال؟ لا جواب للأسف. وبالتالي يعني حتى جاء ديوان الرقابة وعمل في الجامعة أكثر من عام ونصف، ويعني نبش في كل الملفات. ونحن يعني بالمناسبة وضعنا في بياننا يعني نطالب في ديوان الرقابة المالية والإدارية بالإسراع في نشر
هذا التقرير حتى نعلم أين ذهبت الأموال وحتى تستنى للجهات الاختصاص متابعة يعني كل الأمور بشكل دقيق. يعني بالنهاية يعني عندما نذهب إلى هيئة التقاعد نجد بأن هيئة التقاعد يعني ترفض الآن صرف مستحق رواتب للمتقاعدين من الجامعة بحجة إنه الجامعة لا تورد لها الحصة الشهرية من المتقاعدين، والحصة الشهرية تقتطع من رواتبنا أيضا. يعني بيصير في اقتطاع من الراتب لكن لا يذهب لصندوق التقاعد. لا يذهب لصندوق التقاعد. طب عندما هي التقاعد بدها مبلغ، بديش أروح أذكر الآن أرقام، عرفت علي؟ لأنه يعني أنا لا نريد الإساءة لمؤسستنا ولا لجامعتنا. هذه جامعة يجب علينا أن نحميها بدمنا بأرواحنا. هذه الجامعة تفتح أكثر من 1300 بيت. هذه الجامعة تضم أكثر من 40,000 طالب. قديش عدد يعني العاملين؟ 1300 عدد العاملين في 1304. نعم. وبالتالي يعني هذه المؤسسة يجب أن تبقى مفتوحة الأبواب. لن نسمح لأحد بالمساس فيها، ولن نسمح لأحد بتصفيتها، ولن نسمح لأحد بأن يسيء لهذه المؤسسة. هذه مؤسستنا نحن وعلينا أن نحافظ عليها. طيب شو النظام الأساسي دكتور للجامعة الإداري؟ لكل مؤسسة أختي العزيزة، لكل مؤسسة صحيح. نظام. طيب. هذا النظام الأساسي اللي بالجانب الإداري وبالجانب الأكاديمي وبالجانب المالي. نعم. بالتالي يعني نحن نطالب فقط بتطبيق النظام. يعني الجامعة لا تطبق، إذا تطبق أي نظام؟ إذا أي نظام؟ يعني إحنا نرى إنه نظام الأهواء الشخصية، نظام المصالح، نظام يعني بالتالي في هناك نظام مش إحنا اللي كتبناه يا جماعة، أنتوا اللي كتبتوه وصادق عليه السيد الرئيس، وبالتالي عليكم تطبيق النظام. إذا طبقوا النظام كل حقوقنا ستصلنا. نعم. طيب أنتوا كمان في عندكم مطالب أخرى اللي هي خطة إصلاحات، قلتم يعني بإصلاحات الإدارة. نعم. وإصلاحات نعم. جينا أختي العزيزة وجلسنا مع إدارة الجامعة ومع رئيس مجلس الأمناء عدة مرات، قلنا لهم هذه الجامعة يعني ما بنيها تنهار ويجب أن ننقذ الجامعة، تعالوا لنجلس ونضع خطة إصلاح. فقام مجلس الأمناء مشكورا بتشكيل لجنة إصلاح إداري ومالي من 9 أشخاص، 3 من النقابة، 3 من مجلس الأمناء، و3 من الإدارة. وعملنا ونحن قدمنا كنقابة عاملين مشاريع للإنقاذ، وتم اتخاذ قرارات فيها وتوصيات، وحتى الآن لم تنفذ هذه التوصيات من قبل إدارة الجامعة. يعني من ضمن إحدى هذه المشاريع اللي قدمناها مشروع تقاعد مبكر اختياري من أجل التخفيف من أعباء الجامعة، وبالتالي يأخذ الموظف يعني مستحقاته كاملة ويبحث عن فرصة إن أراد، يعني وليست بالإجبار. قدمنا أكثر من مشروع من أجل إنقاذ الجامعة. إدارة الجامعة للأسف الشديد ورئيسها يدير الظهر، لذلك هم يقولون بالقول نحن شركاء ولا يطبقون من الشراكة شيء ولا يرون في الشراكة إلا أنفسهم. يا جماعة طب تعالوا نغير، تعالوا نبدل، يا عم بنش لاقين كفاءات. كيف يا أخي؟ يعني فش ربنا ما خلقش إلا هل 30-40 كفاءة؟ لا يا عم، كفاءاتكم شفنا أداها على الأرض وشفنا إيه وين وصلت الجامعة. لا يعني المفروض الآن أن يطبق النظام، أن توضع الأمور في نصابها الصحيح. علينا أن نحمل الجامعة، إذا لا يريدون حماية الجامعة نحن من سيحمي مؤسساتنا. طيب دكتور، يعني فيما يتعلق بحقوق العاملين في اتفاقية ذكرتوها تم التوقيع عليها مع إدارة الجامعة، لك أن أكثر من اتفاقية، يعني صرنا حتى اللحظة موقعين 3 اتفاقيات. عشو بتنص هذه الاتفاقيات بشكل عام؟ هلا بحكي لك يعني عن جزء منها. يعني احنا انتخبنا يعني في 28/9 من العام الماضي، يعني صرنا تقريبا 8 شهور فقط كنقابة منتخبة، وبالتالي في 8 شهور صرنا موقعين 3 اتفاقيات، يعني منها مثلا العبء الإضافي المجاني انك تشيله، منها خلينا نقول الفرق العملة. احنا الدينار عندنا مربوط على 5.5 اختي العزيزة، وكان هذا مرصد. يعني احنا الان بدنا كعاملين من الجامعة فرق عملة حتى اللحظة متراكم عندهم اكثر من 16 مليون دينار اردني. طيب قديش متراكم ايضا مستحقات لكم عند الإدارة؟
المستحقات كلها يعني تزيد عن 95 مليون دينار أردني. 95 مليون اللي هي مع المدخرات اللي ذكرتها. مع المدخرات مع كله نعم تزيد عن 95 مليون دينار أردني. نعم لكن كرواتب هل الرواتب منتظمة الرواتب الشهرية ولا مقتطعة؟ منتظمة شهر اثنين الماضي يعني كان 75% وللأسف يعني إحدى الاتفاقات نسألتين عن الاتفاقات قلنا لرئيس الجامعة تعال يا أخي بدنا نشيل معك إحنا ما بنقول لك إنه الجامعة تنهار لا احنا بدنا ننقذ الجامعه بدنا نشيل معك فجينا وقعنا معها كنقابه على ان يكون شهر 2 75% 3 و4 بمناسبه العيد ورمضان كامل 5 و6 و7 بدنا نوقع لك على 75% الى ان تتعافى قليلا الجامعه فقال نعم لكن بشرط انك تورد لهيئه التقاعد لانه في عندنا مجموعه من المتقاعدين مش عم باخذوا رواتب يعني بدنا ننقذهم رحنا على هيئه التقاعد واجتمعنا معهم ودقينا على صدورنا في هذا الموضوع على ان تورد الجامعه المبلغ الشهري لهيئة التقاعد والبالغ 146 ألف دينار أردني ولكن بعد ما وقع على الاتفاقية البند الوحيد اللي نفذوا فيه إنه خصم من 25% ما ورد لهيئة التقاعد ما سدد باقي الالتزامات قلنا له بدك تنزل جزء من مستحقات العاملين على الأقل مليون شيكل يمشوا حالهم وبالتالي كل هذه يعني ضربها بعرض الحائط يعني حقيقة نعم هناك أزمة مالية هذه الأزمة بدأت تتكشف دكتور بدأت تتكشف بالأشهر الأخيرة يعني لأنه لم يتم الحديث عنها سابقا متى يعني بدات تتكشف هذه الازمه حقيقه احنا عندما انتخبنا وجينا وطالبنا بالبيانات الماليه وبلشنا يعني نبحث في الامور كانوا في الاول يقولوا ازمه ماليه هذا بالهوى يعني من اجل ان يسوقوا موضوع الازمه الماليه واذا بالازمه الماليه صار لها اكثر من 3 أو 4 سنوات يعني كمان ما هو من غير المعقول كمان احنا مرينا في سنتين كورونا او سنتين ونص وبالتالي في سنوات الكورونا الاصل ان يكون في هناك توفير في الجامعه لانه كانت مثلا عدد طلاب الشعب 48 طالب كنا في الكورونا عدد طلاب الشعب عندنا كدكاتره 400 طالب و500 طالب وبالتالي كل هذه في توفير في الاموال هذا التوفير ما لقينالوش اثر اختي العزيزه يعني بالتالي يجب ان ينعكس يعني ينعكس ايجابا صح كان وباء ولكن بالتوفيرات يجب ان ينعكس ايجابا لقينا انعكس سلبا يعني في هناك ازمه كشفنا عن هذه الازمه الحقيقيه الان مطلوب طب يا اخي اقول لك تعال لا احنا مختلفين احنا وياك لا على دلم ارض بيننا وبينك ولا على ورثه بيننا وبينك في نظام تعال طبقه تعال حط خطه يا اخي بدنا نشوف خطتك في الاصلاح بدكش تحط خطه هي احنا قدمنا لك اكثر من خطه يعتمد لك خطه وهات تمشي فيها من اجل استقرار هذا الجامعه واستمرارها في اداء رسالتها وتبقى مفتوحه الابواب امام ابناء الطلبه وامام العاملين يعني في النهايه مؤسسه يجب ان تبقى قائمه كمان مره بقولها ارث ياسر عرفات ارث العظماء الخالدين ممنوع ينمس اذا ما بتكونش تحموه احنا اللي بدنا نحميه وبدمنا بنحمي هذه المؤسسه طيب دكتور الان بعد اعتصامكم بالامس يعني في حد تجاوب معكم صار اي تجاوب من اي جهه صار اي رده فعل وما هي خطواتكم القادمه نعم يعني حقيقة احنا قبل ما رحنا لهذا الاعتصام اختي العزيزة يعني صدرنا بيان من اكثر من اسبوعين وقلنا بالعمل النقابي يجب ان تمهل المؤسسة مدة قانونية من اسبوع الى اسبوعين امهلناهم 10 أيام وداروا ظهورهم ولم يتصل بنا منهم احد من ادارة الجامعة يعني بلشت الاتصالات تأتينا من المستوى السياسي وجلسنا مع المستوى السياسي أكثر من جلسة وكانت آخر جلسة بالأمس وإدارة الجامعة تدير الظاهر يا إخوان طيب شو تمخض عن اجتماعكم مع المستوى السياسي وأي مستوى يعني تقصد فيه؟ يعني المستوى السياسي العالي في جزء من نعم التنفيذية وفي جزء من مكتب الرئيس المهم هل تمخض شيء؟ نعم توصلنا بالأمس إنه اليوم يعني تعقد جلسة ما بين نقابة العاملين وإدارة الجامعة ومجلس الأمناء لكي نضع خطة للبدء بتنفيذ إجراءات الإصلاح ووقف الهدر ووقف الإجراءات الخاطئة سواء بالصرف أو بالإدارة أو إلى آخره وننتظر حتى اللحظة أن تدعو إدارة الجامعة إلى مثل هذه الجلسة لكي يصار بعد ذلك إلى تعليق الخطوات النقابية ولكن حتى اللحظة أنا أقول لك حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها معك لم يصلنا أي اتصال من قبل إدارة الجامعة رغم أنه رئيس الجامعة امبارح كان معنا في الجلسة نعم وحتى اللحظة يعني أنا بقول إذا هذه الإدارة ما بادرت إلى الإنقاذ
وما بادرت إلى الجلوس وإلى تطبيق مبدأ الشراكة بين الأجسام الشرعية للجامعة. أنا بقول هناك ألف علامة استفهام، وقلنا للمستوى السياسي يجب أن تعيد النظر في هذه الإدارة. وهل لديكم أنتم كنقابة خطوات أخرى قادمة في حال عدم التجاوب؟ إذا طبعا طبعا يعني سنكشف عنها في حينها. يعني برضو ما بنبقى مكتوب في الأيدي، ما بنكم سلمين. وكمان مرة، مؤسستنا ممنوع حدا يمسها وممنوع حدا يدمرها، إحنا اللي بدنا نحميها. ما فيش أي استجابة. نعم لنا خطوات نقابية سنكشف عنها في حينها. نعم، شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور هشام دويكات، رئيس نقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة. تحياتي لك، شكرا جزيلا. هم مين وإحنا مين؟ هم مين وإحنا مين؟ هم المال والحكم معاهم وإحنا الفقراء المحكومين. حذر فذر شغل مخك شوف مين فينا بيحكم مين. احنا مين وهم مين؟ احنا مين وهم مين؟ احنا السنة واحنا الفرد، احنا الناس بالطول والعرض. بعد الفاصل سنناقش أيضا الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، يعقد مؤتمرا صحفيا حول سياسة الحكومة في إدارة الموازنة للعام 2023، ويقول أن غياب الشفافية والتشاركية أصبحت السياسة المعتمدة من قبل الحكومة في إدارة المال العام، بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي كشفها خلال المؤتمر. لكن التفاصيل بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. بدنا نعمل اسرع اعلان، يلا بلت الجيجا فايبر اسرع انترنت منزلي. شو هاد اعلان بلت الجيجا فايبر؟ بس من سرعته مش رح تسمعه. بلت الجيجا فايبر اسرع انترنت منزلي. قشطة يا عم، سمعني كلام ونهارك فل يا سيدي الكل، كل حدا بتشوفه ببالك جبالك قشطة من البنار اخضر من يلي ببالك. القشطة الحامض سر الغامض واحسبها تحدي، يا ما شفنا وذقنا ويا ما جربنا بس هيو ده عربي. دوق القشطة دوق يا عيني يا عيني على القشطة دوق. القشطة الحامضة من بقلولتي ببساطة أزكى. البينار اختيار كل الدار. جوازنا كترت والفرحة كبرت، شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات. جوازنا كترت والفرحة كبرت، شكل الدنيا ضحكت وأكتر حلوات. يلا بدك تغيير وافتح حساب توفيق مع الإسلام الفلسطيني اللي ما صار حيصير. توفير 22 حلمك صار بالإيد، توفير 22 ربحك مش بعيد. توفير 22 جوازنا كترت والفرحة كبرت، افتح حساب توفير ب $100 أو أكثر أو غذي حسابك الحالي لتدخل السحب على جائزة كبرى شهرية وعشرات الجوائز النقدية الأخرى. للمزيد www.islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. تقدر تحكي بالت الجيجا فايبر 10 مرات. جيجا فرابي بايت بعد ايش؟ لا تكلاك 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 ايش تكلاك ايش طلقة طلقة وبنزحش. لا تكلاك 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 ايش تكلاك ايش بقطع ايش بقطع ايش. انا مش ضاوي انا هاوي، مش معلق انا محلق. طلقة طلقة وبنزحش. بتشكلك وقاعد على المكتب بقطع ايش بقطع ايش بقطع ايش بقطع ايش. لا تكلاك 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 ايش تكلاك ايش طلقة طلقة وبنزحش.
قالت الجيجا فايبر أسرع إنترنت منزلي. للاستفسار أو الاشتراك بالخدمة على الأسعار الجديدة من خلال معارضنا أو موزعينا أو الاتصال على 199. وطن اف ام 99.2. كلنا للوطن للعلا للعالم ملهو عين الزمن سيفنا والقلم. كلنا للوطن كلنا للوطن كلنا للوطن. جديد تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين أينما كنتم، نحييكم من جديد ونتابع معكم في ملفنا التالي. الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة يعقد مؤتمرا صحفيا بالأمس حول سياسة الحكومة في إدارة الموازنة العامة للعام 2023. يقول الفريق أن الحكومة تسمح لنفسها إدارة تنفيذ الموازنة بدون الالتزام بأحكام قانون الموازنة، وأنها تتعهد بتنفيذ سياسات إصلاحية وتماطل في عكسها على عمليات إعداد وإنفاق الموازنة، وأنها لم تلتزم في تنفيذ سياسات الإصلاحات المحددة لإدارة المال العام. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم لنا عبر الخط الهاتفي لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة. لميس صباح الخير، أهلا بك معنا. أهلا، صباح النور. يعني بالأمس عقدتم مؤتمر صحفي حول سياسة الحكومة في إدارة الموازنة للعام 2023. يعني العام 23 إحنا لسه في منتصفه، ولكن عادة يتم الإعلان عن الموازنة العامة مع بداية دعني أقول الربع الأول من العام، فما أبرز ما تكشف عن هذه السياسة لديكم كفريق؟ بداية بحب أوضح إنه إحنا أطلقنا بيان أو موقف، موقفنا كفريق أهلي من السياسات
إدارة الموازنة للعام 2023، مش يعني فقط عن قانون الموازنة للعام 2023. ليش؟ لأنه فعلياً ما تم نشره هو فقط ورقة مختصرة بتوضح قديش إجمالي الإيرادات وقديش إجمالي النفقات، ولكن فيش أي توضيح للمخصصات أو الموازنة المرصودة لكل مركز مسؤولية. وبالتالي أنا ما يعني إحنا ما بنقدر نعرف قديش المخصصات مفترض لوزارة التربية والتعليم أو مثلا للصحة أو مثلا للأمن. فهذا الحكي بخلينا أنه إحنا فعليا ما نقدر نحكي عن موازنة كاملة كما يجب أن يكون. الأصل أنه بتم إعداد موازنة كاملة وبتم نشرها للإطلاع للمواطنين. وبالتالي اللي صار هو أنه مختصر جدا، ووضحنا كمان أنه التجاوز اللي صار، يعني كيف أنت حتى تفضلت وقلتي أنه في الثلاث أشهر الأولى بتم إقرار الموازنة، يعني حتى هذا هو أصلا مخالف، فعليا هذا مخالف الحكي. لأنه أنت وأنا وكلنا اعتدنا على أنه في آخر شهر ثلاثة تصدر الموازنة، فصرنا وكأنه صرنا بنفكر أنه هذا هو الصح. يعني هيك بيصير. ولكن فعليا الأصل، وهذا دائما بنشير له إحنا، الأصل أن يتم إقرار قانون الموازنة نهاية ال 31/12 مثلا ل 23، 31/12/2022 بتم إقرار قانون الموازنة، عشان لما بنبلش بالسنة المالية بيكون في عنا موازنة. القانون حط حالة استثنائية إنه بنفع لحد يعني في ثلاث أشهر، بالثلاث أشهر الأولى بالسنة، ولكن هذا في حال كان في هناك مشاورات على الموازنة في المجلس التشريعي، ولكن إحنا لا عنا مجلس تشريعي ولا في مشاورات، فليه بصير هذا التأخر؟ طبعا بزرع الحكومة بقولوا انه بصير هذا التأخر بسبب القرصنة، سيطرة الاحتلال على المقاصة، القرارات اللي بتطلع من تجميد اموال المقاصة. فهذا الحكي احنا كمان بنشوف انه مظبوط في هذا الحكي، اوكي مظبوط صح بتم هذا الحكي، ولكن هذا اصبح مستمر، لانه اصلا اول مره بلش فيها تجميد المقاصه، يعني طبعا من قبل في تجميد المقاصه، ولكن في 2019 كمان كان بدايه تنفيذ لقرار، يعني المهم بلش بال 2019 تجميد لاموال المقاصه، وبالتالي احنا اليوم في 23. فهذا ما بخلق انه اي مبرر للتاخر في اقرار الموازنه او اعداد مشروع الموازنه. وتحديدا كمان انه فعليا تم في 3/4، يعني بعد حتى انتهاء المده القانونيه الاستثنائيه، صدر في قرارات مجلس الوزراء انه بيتم نقاش ملاحق للموازنه وموازنه الطوارئ. هذا الحكي يعني بتفهمي منه انه تم اقرار الموازنه، على اعتبار انه تم اقرار الموازنه قبل، وبالتالي هلا عم بناقشوا الملاحق. واحنا هون وضحنا في موقفنا انه الملحق هو بصير في ملحق للموازنه لما بدنا نعمل اي تعديل. نعم. يعني اذا في اي تعديل بصير في هناك ملحق للموازنه اللي كمان بتطلب موافقه، ويعني طبعا هو بالاصل انه بيتم عرضه على المجلس التشريعي وبوافقوا عليه، ولكن فعليا هذا احنا شعرنا وكانه في تلاعب في موضوع امتى تم اقرار الموازنه، واصدرنا بيان حول هذا الموضوع قبل فتره، قبل يعني خلينا نحكي في بدايه شهر 4 نص شهر 4، وحكينا عن انه كيف تم يعني وكانه اعطونا شعور انهم هم اقروا قانون الموازنه بالفتره القانونيه، ولكن لما تبعنا قرارات مجلس الوزراء ما لاحظنا اي شيء يشير الى ذلك. يعني فعليا احنا مش عارفين قديش مدى الصدق بانه تم انه عن جد اقروها في الفتره. يعني احنا بنعرف انه في سياسه لخفض، يعني خلينا نحكي الدين العام، خفض الديون، ترشيد النفقات، وايضا تخفيض فاتوره الرواتب. هذه ايضا لم يحدث اي شيء فيها من خلال يعني بحثكم واطلاعكم على الامر. هلا هو في اجنده الاصلاح اللي هي كمان ايضا غير منشوره، اللي كانت في 2022 حددوا، وحتى قبلها حددوا كمان المحاور اللي بدهم يشتغلوا عليها لتخفيض الانفاق. يعني ليش؟ عشان بالنهايه يقللوا العجز في الموازنه ويساهموا في حل الازمه الماليه. من ناحية نظرية التوجهات كانت جيدة طبعا، انه بدنا نخفض زي ما حكيتي فاتورة الرواتب بدون المساس في حقوق العاملين. طبعا يعني تخفيض فاتورة الرواتب هو
معناه انه انا بدي اراجع الرواتب، بدي اراجع اشوف مين موظفين بيشتغلوا هم خارج التشكيلات الاداريه، ومين مثلا بيشتغلوا نسميهم اشباه، يعني اشباه رواتب، مين هناك ليس على راس عملهم غير مستحقين للراتب. هذول طبعا كله يجب النظر في هذا الموضوع وحالتهم للتقاعد، او يشوفوا اي طريقه لعلاج هذا الموضوع. إنه فعلاً فاتورة الرواتب 50% من الموازنة. نعم. وبالتالي يجب العمل على فعلاً تخفيض فاتورة الرواتب من خلال مراجعة الهياكل الوظيفية، من خلال أيضاً تعديل العمل على قانون خدمة مدنية جديد بعالج الإشكاليات اللي كانت موجودة. فكل هذا تم تحديده. فعلياً الأرقام بتبين إنه ما صار في أي توجه نحو يعني او اي تقدم ملموس على هاي الاجراءات اللي كانوا حاطينها. فيما يتعلق مثلا ايضا بصافة الاقراض، اوكي عملوا وحده لمعالجه صافة الاقراض، ولكن لسه الارقام تظهر على انه هو في ارتفاع مستمر ولا زالت المشكله موجوده. طبعا هو صافة الاقراض احنا وضحناه، بس ممكن كمان نحكي انه هو عباره عن مجموع الفواتير اللي بخصمها الاحتلال مقابل خدمات بقدمها للبلديات. طيب الملاحظ يعني لميس انه في غياب كما قلتم للشفافيه والتشاركيه من قبل الحكومه في اداره المال العام. هذا الامر انا بتذكر كل عام بحكي معك وكل عام تتكرر نفس النتيجه، يعني انه في غياب للشفافيه والتشاركيه. واضح انه ما في شيء استجدع هذا الموضوع، لانه في كل عام الفريق الاهلي بيحكي عن نفس هذه النقاط ولا يوجد اي تغيير فيها. يعني هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الحكومة مستمرة في التجاهل المستمر للمواطنين، لمؤسسات المجتمع المدني، مستمرة بطريقتها في علاج الموضوع اللي هي مبنية على ترحيل الأزمات المالية، ترحيلها. والموضوع اللي عماله عم نلاحظ أصلا أثره إحنا، أنه عم بصير في تفاقم للأزمات، عم بصير في إشكاليات كثير في العديد من النقابات، في احتجاجات عديدة على هذه المواضيع اللي هي نتيجة علاج أو إدارة المال العام بهذه الطريقة، بهاي الطريقة اللي خلى كل هالإشكاليات تظهر على السطح. وإحنا كمان منحذر أنه راح يصير في إشكاليات أكبر. بالنهاية الخسر الأكبر من كل هاي الإشكاليات هو المواطن، لأنه هو بيدفع ضريبة وهو بنفس الوقت بلاقيش خدمات جيدة كما يجب أن تكون. نعم. وبالتالي فإحنا يعني عندنا مطلب، يعني طبعا أنه يعني بالنهاية أنه يجب العمل على احترام سيادة القانون، يجب العمل بشكل سريع على إجراء الانتخابات العامة والانتخابات التشريعي، لأنه وجود مجلس تشريعي هو بالنهاية تعبير وصوت للمواطنين، وهو ممكن أنه يكون في كمان في هذا يعني وبهاي الطريقة ممكن يكون في نقاش لأولويات الإنفاق ولا إدارة المال العام يعني وتصويبه. هل هناك توصيات أخرى لديكم أو مطالب يعني تحدثتم عنها؟ يعني زي ما حكيتي برضو بنرجع بنأكد على أهمية الالتزام بالشفافية ونشر الموازنة والانفتاح مع المواطنين ونشر التقارير الدورية، لأنه ممكن هذا على الأقل يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، بنخلينا نعرف وين هم رايحين أو كيف عم بيديروا هاي الموازنة. طبعا احترام القانون وما يتجاوز القانون وما يتلاعبوا حتى في طريقة عرض المواضيع، كمان أيضا الانفتاح أكثر على المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وإشراكهم فقط. يعني الموضوع لا يقتصر فقط على النشر، وإنما أيضا الإشراك في صياغة أولويات الإنفاق وبالورثها، وتحديدا يعني والعمل على توازن حكيم بين الامكانيات الموجوده واليه الانفاق. يعني احنا بنعرف بالنهايه انه احنا في ازمه ماليه، بنعرف انه في الاحتلال مسيطر على ثلثين اللي هي طبعا المقاصه بتشكل ثلثين الايرادات، بنعرف انه الاحتلال وتحديدا في الحكومه الحاليه عماله بمعن في استخدام المقاصه والعقوبات الماليه، عماله بس يعني كل يوم بشوف شيء جديد بيقدر يجمد فيه المصاري اللي هي طبعا المقاصه اللي هي حق لنا. فبالتالي وفي طبعا تراجع للمنح والمساعدات، وبالتالي في هذه الظروف كلها يجب اعاده النظر في اليه توزيع الانفاق
وفق الامكانيات الموجوده بدون ما تمس لا في حقوق الموظفين العاملين اللي عم بوخذوا هلا فقط 80% من راتبهم، وهذا الحكي له اكثر من سنه ونص، ودون المساس ايضا في حقوق الفقراء اللي مش عم بوخذوا المساعدات اللي لهم. يعني اذا هم كان مفروض انه ياخذوا اربع مساعدات اربع دفعات في السنه، مش عم بوخذوا الا دفعه ونص دفعتين. هذا هو يعني، وهذا حكي على مدار تقريبا ثلاث سنين لورا، يعني من ثلاث سنين لحد اليوم وهو مش عم بيتم الالتزام بدفع كامل المخصصات لهم. طيب لميس، هذا التقدير يذهب للحكومة؟ هاي النتائج التوصيات المطالب تذهب إلى أي جهة رسمية أو إلى الحكومة؟ يعني طبعا إحنا عادة بنوصل كل توصياتنا وكل تقاريرنا اللي بننتجها بنرسلها لمجلس الوزراء ولوزير المالية، وطبعا نشتغل كمان يعني هاي من خلالكم أيضا، لأنه إحنا فقط مش بس بنحكي مع إحنا مش بس بيننا وبين الحكومة، هذا أمر مش بس أمان أو الفريق الأهلي والحكومة، هذا كمان شيء بمس بكل حقوق المواطنين، وبالتالي فإحنا يعني بنعتبر أنه هذا الحكي طبعا لازم يوصل لكل المواطنين، ويصير في مطالبات بالنشر وبالشفافية وبإشراف المواطنين وتعزيز الثقة وما إلى ذلك. يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لك لميس فراج، منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة. شكرا جزيلا، تحياتي. كيف شايف لي هالحالي، بتطمن ولا أنا حاسسها لحالي والله بتغلى؟ كيف شايف لي هالحالي، بتطمن ولا أنا حاسسها لحالي والله بتغلى؟ كيف عم يطلع نهارا، كيف عم تجري أنهارا، كيف عم يطلع نهارا، كيف عم تجري أنهارا؟ شو المربح شو الخسارة بالقصة كلها، شو المربح شو الخسارة بالقصة كلها؟ كيف شايف لي هالحالي، بتطمن ولا أنا حاسسها لحالي والله بتهلا؟ يعني مع هذا الملف نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، على أمل أن يتجدد غدا ضمن قضايا وملفات جديدة. كونوا دائما بخير، شكرا لكم على المتابعة، شكرا زملائي في الكنترول، ومن ريم العمري أطيب التحيات لكم جميعا، إلى اللقاء. لما تكون موجوع وما حد سامعك، بلاد القدس تبعتنا أخذوها منا اليهود، ولما تكون مهموم وما حد سألك، والبلدية اللي دايرة ورانا وإحنا يعني برضو بدنا نعيش، بياع اللي بدفعش عندهم بيجيبوا ستة سبعة بيضربوه. أصرخ وعلي صوتك، وتأكد صوتك عنا مسموع لنوصل رسالتك لأنك بتهمنا. شد حيلك يا وطن. برنامج يناقش قضايا الناس وأحداث الساعة أولا بأول، سياسية اقتصادية واجتماعية. شد حيلك يا وطن يأتيكم كل يوم من الأحد حتى الخميس الساعة 9 صباحا عبر شبكة وطن الإعلامية مع ريم العمري. شد حيلك يا وطن، صوت حر لضمير حر. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول، والاتصالات الفلسطينية بالتل، غير بكرة، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة فلسطين للاستثمار الصناعي، شركة دواجن فلسطين عزيزة، عزيزة الطبيعي أطيب، شركة البنار لمنتجات الألبان، البنار اختيار كل الدار.